فارس أمرك؟ أنصت كما تريد. سامان ماذا؟ أبي بما تأمر. ماذا؟ أمرك أبني. أمرك بما تأمر؟ ذا ماذا؟ سا بما تأمر؟ أصدق مستعد. ما الأوامر؟ أنا أتحرك. كما تشاء. أمرك أصعد على ظهر الحصان. ماذا؟ سامي مستعد. كشاف سأذهب. أجل أمرك. أجمع مستعدة. أعدل. بما تأمر؟ بما تأمر؟ ما الأوامر؟ أنا أتحرك. أمرك 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 أقطع. مستعدة. ماذا؟ أبي فارس بكل تأكيد سأنفذ. كما تشاء. سأذهب بكل تأكيد. أجل أمرك. ماذا؟ بما تأمر. الحطب بما تأمر؟ سأفعل. مستعد. أمرك ماذا؟ ماذا؟ ذاهب للصيد. بما تأمر؟ أقطع. بما تأمر؟ ذاهبة للتلقيب. سأبني.
بما تأمر. ماذا؟ ماذا؟ أجمع. أمر. أقطع. استعدوا. مستعد. أمرك. بما تأمر. الحطب. مستعدة. أنصتوا. حسناً. هدف. ماذا؟ جيد. بما تأمر. أبني. جاهز للعمل. أصطاد السمك. أنا متجه. أوامرك يا سيدي. أغير الموضع. أجل. مرحبا. السمك جدا. ماذا؟ أبني. ما هي الأوامر؟ أتبع الأوامر. هنا أوامر. استعدوا. ذاهب إلى الداخل. ماذا؟ أمرك. أيها الرجال، انتبهوا. أتحرك الآن. بما تأمر. وصل الكشاف. أنا أتحرك. بالضبط. أجل. مرحبا. أجل. مرحبا. لدي مهمة. أجل. مرحبا. لدي مهمة. أوامرك يا سيدي. أنا ذاهب. أنا أتحرك. أتحرك الآن. لدي مهمة. ساعدني. هذا.
وصل الكشاف، غير الموضع. أنا ذاهب، أنا ذاهب، أنا أتحرك. أفعل ذلك بالفعل. الميليشيا. ما حاجتك؟ لدي مهمة. سيأتي مستشهد. تم شيء؟ أعطني الأوامر. أتحرك الآن. جاهزة للعمل. ما هي الأوامر؟ أتحرك الآن. أغير الموضع. ما حاجتك؟ لدي مهمة. سأبني هذا. أجل، مرحبا. تحت الهجوم. سيتم تشييد ذلك. لدي مهمة. الأوامر. أنا ذاهب.
مرحبا. سأبدأ الدوري. لدي مهمة؟ ما حاجتك؟ ما حاجتك؟ سام ما حاجتك؟ لدي مهمة؟ أجل، مرحبا. جيد شيء، استعدوا جميعا. أنا فساد أبو التعليم. أنا فرح. أجل أجل مرحبا. أوامرك يا سيدي. بالطبع. الفارس مستعد. أتبع الأوامر. سأركب. مستعدون الآن إلى أن تحركوا يا رجال. لدي مهمة؟ أجل، مرحبا. سأقطع الحطب. جاهز للعمل. أتريد أن ألتقط الحطب؟ لدي مهمة؟ أتريد أن ألتقط الحطب؟ لدي مهمة؟ سأقطع الحطب. ما حاجتك؟ جاهز للعمل. سيتم تشييد. أجل، مرحبا. سيتم تشييد ذلك. هذا تم البناء. يبدو جيدا. مستعد لإطلاق السهم. أنا أتحرك. بما تأمر. أنفذ الأوامر الآن. نتعرض للهجوم هنا. مفهوم وينفذ في الحال. استعدوا أيها المحاربون. اتبعوني أيها الجنود الشجعان. أعطني الأوامر. أنا أتحرك. ماذا لديك لأفعل؟ لا ذلك لأجلك سيدي. سأبني ذلك الآن. حان وقت العمل. آنت الأوامر. أنا ذاهبة للتنقيب. حسناً، ما المطلوب؟
أقصد يا قوم. الوقت يضيع منا، فلتتحركوا. أمركم يا سيدي. بما تأمر. ينبغي لهذا أن يظل حتى بعد مماتي. ماذا لديك لأفعل؟ التعدين هو حياتي. أعطني الأوامر. أرسلني إلى عمل أعمله. شددنا ولقمنا. إلى أين أذهب؟ انتبهوا أيها الجنود، أنا سأتبع الأوامر. بوسعي فعل ذلك. ماذا لديك لأفعل؟ سأنهي بناء ذلك عما قريب. حان وقت العمل. سأبني ذلك لأجلك يا سيدي. على استعداد لبعض العمل. سأنهي بناء ذلك عما قريب. ماذا لديك لأفعل؟ نحن نتعرض للإتلاف. سأبني ذلك لأجلك يا سيدي. حان وقت العمل. سأبني ذلك الآن. حسنا، ما المطلوب؟ سأنهي بناء ذلك عما قريب. حان وقت العمل. سأبني ذلك الآن. أعطني الأوامر. على استعداد لبعض العمل. سأبني ذلك الآن. سأبني ذلك لأجلك سيدي. أيها النباحون، كما تأمر سيدي. أنصتوا يا قوم، كما تأمر يا سيدي. ماذا لديك لأفعل؟ بناء ذلك عما قريب. سأبني ذلك لأجلك. حان وقت العمل. لا يهم سوى صيد الأسماك الآن. على استعداد لبعض العمل. سأبني ذلك لأجلك سيدي. ماذا لديك لأفعل؟ يتم التعدين. سأنهي بناء ذلك عما قريب. حسناً، ما المطلوب؟ سأجمع الحطب. تم البناء. يبدو جيداً. سأبني ذلك الآن. تم رصد العدو بالقرب من هنا. حان وقت العمل. سأنهي بناء ذلك عما قريب. على استعداد لبعض العمل. ماذا لديك لأفعل؟ حان وقت العمل. بذلت. ماذا لديك لأفعل؟ على استعداد لبعض العمل.
حسناً، ما المطلوب؟ يتم على استعداد لبعض العمل. سألني ذلك الآن. حسناً، ما المطلوب؟ الأوامر قادمة إلينا، لن يضر المشي أحداً بتاتاً. كما تأمل يا سيدي. ماذا لديك لأفعل؟ سأبني ذلك لأجلك يا سيدي. إنهم يصرخون علينا. حان وقت العمل. ذاهب كما أمرت. سأنهي بناء هذا. حسناً، ما المطلوب؟ حان وقت العمل. حان وقت العمل. الأوامر قادمة إلينا. نحن نتعرض إلى الآن. على استعداد لبعض العمل. سأبني ذلك الآن. ماذا لديك لأفعل؟ سأنهي بناء ذلك عما قريب. بناء مشيد جيدا. ماذا لديك لأفعل؟ اصغوا جميعا. راكب الجمل في انتظار الأوامر. لقد عثرت على الأعداء. حان وقت العمل. حان وقت الأوامر. سأبني ذلك لأجلك يا سيدي. آلات الحصار مستعدة. يبدو جيدا. ماذا لديك لأفعل؟ انتبهوا جميعا. هاتوني. سأبني ذلك لأجلك سيدي. البناء يبدو جيدا. انتبهوا جميعا، يتم التأتي. مستعدون للأوامر. هل من أوامر لراكب الجمل هذا؟ الكشاف مستعد. أمضي إلى الأمام راكبا. كما تأمل يا سيدي، لا بأس بها. سأطلق كما تأمل. أنا كهذا.
مفهوم وينفذ في الحال. ألا لا تحت القار؟ اتبعوني أيها الجنود الشجعان. الأوامر قادمة. أعدوا أنفس بالطبع. الانتقال إلى التشكيل الجديد. استعداد للمهمة التالية. نحن نتعرض لإطلاق النار. سأحيد هذا النار. تم تحطيم الأمر. أمره. أنا مستعد لتلقي التعليمات. سأحرص على تشييده جيدا. آلاف الحصار على رتبة الاستعداد. كما تشاء. لن ترتاح قلوب الأشرار. نحن تحت القصف. على استعداد للمهمة التالية. ما حاجتك إلي؟ مهلا بتشييده. أنا مستعد لتلقي التعليمات. الجميع متأهل. نيران عدوي تروع حيصاني. انتظار طلقة يعتبرها الآن. ستتم طاعة أوامرك. فليشعر بغضبنا. أيها الجنود إلى الأمام جميعكم الآن. لن تتحركوا تحت إمرك. الأعداء قادمون إلينا. ما حاجتك إلي؟ انتبه، الأوامر قادمة. تلك هجمات جيدة. اللعنة عليهم. أنصتوا جميعا. سأحرص. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليم. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات.
الجميع متأهب. سننجز ذلك. آلاف القطار مستعدة. البطاقة على أهبة الاستعداد. على استعداد للمهمة التالية. سأشيد هذا الميناء. أنا أرى العدو. ما حاجتك إلي؟ لن ترتاح قلوب الأشرار. سأحرص على تشييده جيدا. آلات الحصار على أهبة الاستعداد. الحصار، هيا إلى الأمام أيتها الآلات. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأشيد هذا البناء. سيحدث ذلك. انتظار يا
البطاقات. ما الذي يحدث؟ صلبنا أوامر شديدة. حصار على أهبة الاستعداد. ماذا لديك من أوامر؟ إنهم فوق السور. اجذبوا مهامي زم. الأوامر سأقف إلى الأمام راكبا. أنصتوا جميعا. هنا الأوامر. أتطلع للذهاب إلى المناجم. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. أنا على استعداد. سمعتم. أتحرك الآن. نيران العدو تتهالوا علينا. ربي راكبا عبر القطار. نتعرض للإطلاق. الدروع. على استعداد للمهمة التالية. مبنى لتشييده. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. لن ترتاح قلوب الأشرار. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. أتوق إلى الذهاب. ما هي أوامره؟ واجبي هو الطاعة. ما
انصتوا جميعا، سنتلقى الاوامر. احب العمل في الغابه. لن ترتاح قلوب الاشرار. مبنى امرك، انا مستعده لتلقي التعليمات. ساشيد هذا البناء. نتجه نحو الامام الان. انا اطيع بكل تاكيد. لا اريد الكلام، الاوامر قادمه.